القرار المتخذ اليوم من بنك انجلترا كان متوقعا، اي تثبيت الفائدة، ولكن من خلال التصويت ب7-2 هذا يعني اننا كنا اميل الى نبرة متساهلة، وهذا التحرك نراه منذ اجتماعين، وبحسب تصريحات صادرة عن المسؤولين يبدو انهم يهيئون السوق لخفض الفائدة. قبل اليوم كان الناس يعتقدون أن السيناريو الأرجح هو أن نرى التخفيض في أغسطس، لكن الكلام المستعمل اليوم يشير إلى أن التخفيض قد يحصل في يونيو، لكن الأمر سيتوقف على البيانات. وحاكم بنك إنجلترا بيلي ركز على هذه الرسالة، التخفيض سيحصل والمسألة مسألة وقت، وبالتالي لجنة السياسة النقدية باتت أميل إلى التساهل في خطابها. طيب، هل اليوم الاقتصاد البريطاني يحقق السيناريو الأمثل يعني بالنسبة لهذه التوقعات التي نشاهدها فيما يخص التضخم وعودته للمستويات المستهدفة، فيما يخص أيضا رفع مستهدفات النمو أو توقعات النمو عفوا؟ يعني هذه تبدو الصورة السوفت لاندنج التي كانت مطلوبة، هل الأمور ستتحرك في هذا الاتجاه ستيوارت بشكل عام في رأيك، أم أنه قد نشهد بعض المفاجآت؟ لا أعتقد أن اقتصاد المملكة المتحدة في سيناريو مثالي. إذا نظرنا إلى النمو فهو يظل ضعيفا، والمملكة المتحدة متأخرة مقارنة بمجموعة الدول السبع الكبرى، وحكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا يشعرون بالإحباط تجاه وضع النمو وتحديدا بعد الجائحة، لكن ما يريح أننا لم نرى الركود الذي كان الكثير من الناس يتوقعونه في أواخر العام الماضي. وبنك إنجلترا في نوفمبر تحدث عن احتمال حصول ركود بنسبة 50%. في الربع الثاني هناك نمو وإن كان دون المعدل الوسطي وببطء. إذن نحن في الوضع الأفضل الذي يمكن أن نكون فيه ضمن الظروف الحالية. هل يمكن توصيف الأمر على أنه هبوط سلس؟ أنا أسميه هبوط مخيب، لكنه ليس بالسوء الذي كان يمكن أن يكون عليه. طيب، هل يمكن أن نشاهد سيناريو نشاهد فيه ما حدث مثلا مع الولايات المتحدة فيما يخص معدلات التضخم، أو نشاهد معدلات التضخم تتوقف عند مستويات معينة تصبح أكثر عنادا وتثير المشكلات لبنك إنجلترا حينما يقرر خفض الفائدة؟ هل يمكن أن يحدث هذا السيناريو في بريطانيا؟ لجنة السياسة النقدية قدمت رسالة اليوم مفادها أن هناك قلقا نوعا ما بخصوص ترسخ الضغوط التضخمية الضمنية، وتحديدا في قطاع الخدمات. مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات قريب من 6% حتى الآن، ولا يتباطأ إلا ببطء شديد. هل سنكون أمام تسارع في الضغوط التضخمية كما حصل في الولايات المتحدة؟ لست واثقا من أن ذلك سيحصل. وبالنسبة للمهم أن السيد بيلي محافظ بنك إنجلترا كان يحاول جعل المركز الإنجليزي أقرب إلى ما نراه في منطقة اليورو، حيث نرى تراجع في التضخم عوضا عن أن يكون التركيز على ما يحصل في الولايات المتحدة. ولدي شعور شخصي أننا لن نرى المطبات في الطريق التي أشار إليها باول، ولا أعتقد أنها ستحصل في المملكة المتحدة. واليوم كانت هناك محاولة لتبني نبرة حذرة للإشارة إلى أن الضغوط التضخمية ستكون مترسخة. لا أعتقد أنها ستكون مترسخة، لكن المسؤولين يؤجلون التخفيض لشهرين أو 3 أشهر ليكونوا واثقين من ضرورة هذا القرار وأهميته. برأيك من سيسبق في عملية خفض الفائدة، بنك إنجلترا أم المركزي الأوروبي؟ لو سألتني هذا السؤال قبل اجتماع اليوم لكنت قلت المركزي الأوروبي، لكن الفجوة بين البنكين باتت قريبة. أنا أفضل أن يلجأ المركز الأوروبي إلى الحركة في يونيو، وأن يلجأ بنك إنجلترا إلى التحرك في أغسطس، ولكن حاليا
ازدادت فرصة أن يتحرك بنك إنجلترا في يونيو، وإذا جاءت بيانات أضعف في إبريل ومايو قد يلجأ بنك إنجلترا إلى التخفيض في يونيو. برأينا حاليا المركز الأوروبي سيتجه إلى التحرك في يونيو، والبنك إنجلترا في أغسطس، والفيدرالي كما تعتقد الأسواق في سبتمبر.